يخوض منتخبنا الوطني الجزائر اليوم مباراة ودية أمام نظيره المنتخب الإيراني على استاد حسين بن أحمد بنادي قطر في العاصمة الدوحة في اختتام معسكر الخضر للشهر الجاري. وستلعب مباراة منتخبنا الوطني الجزائري والمنتخب الإيراني الودية في الساعة 7 مساء بالتوقيت الجزائري في لقاء يعاول فيه المدير الفني للخضر جمال بلماضي على تجربة العديد من اللاعبين الجدد بعدما خاض مباراتي أوغندا وتنزانيا بعدد كبير من اللاعبين الموجودين معه عبر السنوات الماضية. وستنقل مباراة الجزائر وإيران الودية على قناة الكأس القطرية مباشرة، ويمكن التقاط بثها على القمر الاستماعي على نايلسات. وستكون أيضا قناة التلفزيون الجزائري الحكومية معنية ببث هذه المباراة. وهنا عزيزي المشاهد، شاركنا برأيك بنتيجة لقاء منتخبنا الوطني الجزائري والمنتخب الإيراني، ولا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد.